خلي بالك حكاية وطن زي مصر دي عايزة لها سنين. الهدف مش ان احنا نظهر مهارات الولاد او ان هم بيعرفوا يعملوا استعراضات او بيعرفوا يعملوا حاجه، بالعكس احنا بنعلمهم يبقى عندهم انتماء لبلدهم، بيبقى عندهم يعرفوا تاريخ مصر العظيم، لانه الجيل ده طبعا ما حضرش اكتوبر ولا يعرف عنها حاجه. ف كل سنه بنقول لهم كل المعلومات دي. السنه دي عندنا فكره جديده بجانب انتصارات اكتوبر، ان احنا فكرنا ان احنا ناخد كل سنه بطوله من البطولات، ان كانت ايام الحروب او ان كانت في الوقت الحالي. احنا عندنا العرض هنا بيتكون من 4 اجزاء، بدني وموانع، ودول اتصوروا مع بعض في نفس الفيديو. وبعدين اخر عرض هنا عرض الاسود اللي بيحصل في الستيج هنا. انا دوري قائد للعرض. الهدف من ده نبين للطلبه الصغيرين ان هم لازم يبقى عندهم يعني وفاء للبلد، وان هم لازم يفتكروا الشهداء اللي ضحوا بنفسهم عشان البلد. انا النهارده مبسوط ومنبهر عشان انا هعمل الحفله دي، وماما وبابا هيجوا يتفرجوا عليا، وهعملها مع اصحابي ومع اختي، وكمان انا مبسوط قوي. والسنين بتجيب سنين وتعالوا من وسطنا، عشنا بينا لكن عمره ما كان يا بلدي مننا، في مين وزبحة في شمال وخمر. هي طبعا حاجه جميله جدا الحفلات اللي بتتعمل في المدرسه، انت عارف المدرسه اكتر وقت الولاد بيقضوا فيه وقتهم يعني، فبيبقى حلو جدا ان احنا ننمي فيهم ده من وهم صغيرين. طبعا المدرسه مش اول سنه ليها تعمل حفله 6 اكتوبر يعني، ودايما مهتمين جدا بموضوع ان احنا نحب البلد ونخاف عليها ونحافظ عليها وكده يعني، فطبعا حاجه تشرف يعني. من الولاد في الكيجي بيعلموهم يعني ايه حفله 6 اكتوبر وقد ايه اهميتها، وبتنمي فيهم روح حلوه قوي الحب الوطن، وهم بيبقوا مبسوطين قوي وهم بيعملوا الحفله دي. بصراحه هي حاجه حلوه عشان مدرستي يعني، انا فخوره ان هي بتعمل حاجه زي كده وما فوتتش عرض زي ده، وهي عرض ان شاء الله هيبقى حلو. احنا واعيين ومصر يا بلدنا علينا دين على العهد على مر السنين، وسنين تمر وسلاحنا دايما مستعد، ما الجيش وتدريباته مستمره.